ستة إلى ربع على شاشة الام تي في بتتابعوا مثل القمر بحلقة جديدة ومنشوف شو هي آخر التطورات بهالدراما يلي عم بتتابعوها على شاشتنا يوميا. سبعة إلى ربع كمان منكون مع فخامة الشك وأحداث وتطورات جديدة منشوفنا بعض المشاهد. احنا كنا سهرانين ببيت بينا سارة ببيتنا قاعدين مبسوطين عم ناكل ونشرب ونضحك على بعضنا كأنه ما في شيء. كله هيدا ببيتنا اللي صار ملك الست زينة الغنوجي. حلو مش حلو أختي؟ حلو كتير إنه أمك عايشة ببيروت على أدوية الأعصاب ونص مهسرة، وستك ستك رح تموت من الهم والخوف على بينا، وهيدا العصابة قاعدة عم تتنعم بخيرات ومصريات وممتلكات بينا. كتير حلو هيك ما هيك؟ عم تعمل مشاوي كمان احتفالا بالغنيمة وبالسرقة المحرزة اللي عملتها. أنا تعبت خيي، تعبت خلص، خدني عم بيروت، ما بقى بدي بليز، ما بقى بدي. لا مش رح تروحي لمطرح، ما رح نروح من هون إلا نحن وبينا سوا. ما بنرجع إلا منتصرين عليهم. بكرة ببلش الجد، من بكرة حديث تاني. خلص وقت اللعب والتعارف والتقارب والضحكات المصطنعة. بكرة يوم جديد ورح يكون أول يوم وأول خطوة صوب الحقيقة. شو بدك تعمل؟ من اليوم وبالراية. إذن أحداث مشوقة بفخامة الشك الليلة سبعة الأربعاء على شاشة الام تي في مع يورجو شلهوب، سابين، يوسف حداد، وسام حنا، جيسي عبدو، وإلسا زغيب، وأكيد مجموعة من النجوم. بعد الأخبار منكون مع آخر الليل، بتتابعوا الحلقات 65 66 67 من آخر الليل ابتداء من الساعة 9 إلى 3 على شاشة الام تي في الليلة. هالمسلسل كتابة ديمتري ملكي، إخراج أسامة الحمد، إنتاج السادة للإنتاج، بطولة جورج شلهوب، ريتا حرب، وسام صليبة، محمد الأحمد، غنوة محمود، ونيكولا مزهر. هالمسلسل إذن رح تتابعوا منه الليلة على شاشتنا ثلاث حلقات متتالية، فكونوا على الموعد. ما تنسوا مواضيعنا العديدة والمتنوعة اليوم بأم تي في لايف. بعد شوي رح نكون مع إيت سمارت بي مثل العادة موضوع جديد غني وبيزودكم بالكثير من المعلومات. من بعده نيتشر بيكون مع قانون الصيد اللي كمان موضوع كثير مهم وضروري نكون خاصة على أبواب الموسم نكون مطلعين فيه، ومواضيع عديدة تانية لإلكم بي أم تي في ألايف اليوم، فكونوا معنا. وقفي هلأ ونرجع نتابع.